متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، التي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية التي تقريبا تشير إلى خلو سماء المملكة من تواجد أي كميات هامة من السحب والغيوم إلى بعض السحب المتوسطة والعالية إجمالا. خرائط توقعات درجات الحارة، حيث يتوقع أن تستمر درجات الحارة فوق المعدلات المعتادة وضمن المستويات الصيفية في المناطق الوسطى من المملكة على وجه التحديد، بالإضافة للمناطق الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، ووصول بعض من هذه التيارات الهوائية الحارة نحو المناطق الشرقية من المملكة. غدا يبدأ التراجع التدريجي لهذه الكتل الهوائية الحارة نحو الجنوب والجنوب الغربي، وبالتالي تبقى غدا العاصمة الرياض ضمن مستويات درجات الحارة الصيفية الحارة التي تتجاوز بها 35 درجة مئوية، ولكن مع التنبيه بأن ذلك الأمر يتراجع بشكل تدريجي، بحيث يوم السبت كما نلاحظ دخول هواء أقل دفئا أو حرارة. هذه الألوان طبعا الداكنة الحمراء هي الكتلة الهوائية الحارة المسيطرة حاليا، عندما هذا يوم الجمعة ويوم السبت تستمر بالانحسار نحو الجنوب الغربي، في حين وجود كتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل تندفع إلى المناطق الشرقية والوسطى وبعض الأجزاء الشمالية الشرقية من المملكة. الأمر في سيامة على تراجع في درجات الحرارة في العاصمة الرياض والمناطق الشرقية، يوم الأحد تعاود درجات الحرارة الحارة بالاندفاع نحو المنطقة الغربية من المملكة بمشيئة الله تعالى. بالعودة إلى درجات الحرارة والأحوال الجوية، هذه الليلة في العاصمة الرياض فالأجواء دافئة بالمقارنة عما كانت عليه خلال الليالي طبعا الأسابيع الماضية. درجة الحرارة الصغرى 22 درجة مئوية في ساعات الليل، وظهور لبعض السحب المتفرقة غير الممطرة إجمالا. توقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة، إذا غدا 37 درجة مئوية في ساعات النهار، 19 درجة مئوية في ساعات الليل. هناك موجات غبارية محتملة مع تراجع درجات الحرارة مع ساعات المساء نتيجة هبوب الرياح الشمالية، انخفاض كبير على درجات الحرارة يوم السبت، تعود تصبح 31 درجة مئوية في ساعات النهار وصغرى 17 درجة مئوية، 33 يوم الأحد وصغرى 22 درجة مئوية. نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الجمعة والصغرى ليلة الجمعة على السبت، نبدأها من الشمال. إسكاكا 25 إلى 16، هرر 24 إلى 12، وفي تبوك من 26 إلى 16 درجة مئوية. في مكة المكرمة 37 إلى 24، في جدة من 30 إلى 25، في المدينة المنورة من 36 إلى 20، وفي الطائف من 29 إلى 19 درجة مئوية. في المناطق الجنوبية الغربية، في أبها من 26 إلى 15، في الباحة من 24 إلى 15، وفي جازان من 32 إلى 25 درجة مئوية. أما في المناطق الشرقية، في الإحساء من 33 إلى 16، في الدمام من 29 إلى 20، وفي حفر باطة من 29 إلى 16، مع احتمال ضعيف لزخات محلية من الأمطار، وتكون في العاصمة الرياض 37 إلى 19، في بريدة من 31 إلى 15، وفي حائل من 29 إلى 12 درجة مئوية. هذا كاكم أدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.